دي زي ما قلنا تورته سهله للمبتدئين. الكيكه كوبايه دقيق، كوبايه سكر، تلت كوبايه كاكاو خام، بيضايه فانيليا، معلقه صغيره بيكنج صودا مليانه طبعا، نص معلقه صغيره ملح، نص كوبايه لبن رايب او زبادي خفيفيه، ونص كوبايه زيت، ونص كوبايه ميه مغليه. ما تستغربيش الميه المغليه، الميه المغليه هتخلي الكيكه ستيكي شويه، ملزقه سنه كده عشان ما تتسقيش. انا بعمل الكيكه للمبتدئين مش عايزاها تسقيها وتتلخبط، الكيكه بتبقى طريه. خلاص. صوص الكريز، انا النهارده الصبح ما لقيتش كريز، جبت فراوله فهستعمل كوبايه فراوله هي كريز. انا اللي عاملاه امبارح في البيت كان كريز الصوص الجاهز، بس هنا اهو فراوله مع كوبايه ميه ومعلقتين شراب مركز احمر. هاجي اول حاجه هعملها ادي، هقول تاني الصوص وانا بعمله. ادي الفراوله هحط عليها كوبايه الميه ومعلقه النشا، كوبايه الميه اهي ومعلقه النشا. لو الفراوله مزه هحط لها سكر، الفراوله مش مزه هخليها من غير سكر، بس في الغالب احنا كمصريين بنحب الحاجه فيها سكر زياده. واخليها على النار تستوي وتتهري لغايه لما توصل عندي للشكل ده، شايفين اهي، سواء كريز او فراوله اهي جنبها يا رج اهي، ده الشكل اللي هتوصل ليه الفراوله، بس طبعا عشان الوقت انا ايه مجهزاه. واجي لصوص الشوكولاته، هعمل صوص الشوكولاته ازاي؟ هحط 3 ارباع كوبايه السكر مع تلت كوبايه الكاكاو الخام والفانيليا والميه، نص كوبايه الميه السخنه، وارفعهم على النار يغلوا غلوتين. خلاص. الكريم شانتيه، بضرب الكريم شانتيه مع الميه الساقعه عادي بالمضرب، وبحطه في الكيس الحلواني علشان اعمل منه وردات. ده صوص الشوكولاته هخليه يغلي دقيقتين. خلاص. واجي اعمل الكيكايه بتاعتي. الكيكايه مش محتاجه حتى مضرب، ممكن تتعمل على الايد عادي، كيكه الشوكولاته، بس احنا هنعملها علشان الوقت والسرعه هنحطها على طول. ادي البضايه، بسم الله الرحمن الرحيم، والزيت، الفانيليا، اللبن الرايب، والسكر. دي ممكن تعمليها بالمضرب السلكي عادي مش هيحصل حاجه، وهتلاقيها زي الفل معاكي اهي بالراحه كده. بنشغل عليها الخلاط، وبعدين هدهن قالب كيك اللي هو قعره عالي اهي، وهي شغاله هحط دقيق والكاكاو الخام والبيكنج صودا. ممكن تستعيدي عن البيكنج صودا هنا، البيكنج باودر مش مشكله اهي. وبعدين هيبقى فاضل لي بس الميه المغليه. ادي الصوص بتاعي غلي، هسيبه يغلي على النار دقيقتين، صوص الشوكولاته دقيقتين بالظبط اهي. الميه المغليه اخر حقوق. الابيض الابيض بقى شوكولاته، بقيت ابيض بالشوكولاته اوكي اهي خلاص. يعني لازم البس الشوكولاته يا دعاء. اتفضلي الشوكولاته يا دعاء. الو الو يا دعاء. الو الو. ايوه حبيبتي. ايوه انا معاكي، وطي التلفزيون بس عشان الصوت يبقى سرعه الارسال معاكي. عينيا. طيب يا ريت تحاولي تكلمينا تاني يا دعاء. انا هحط الكيكه العجينه في القالب وادخلها الفرن، بتاخد لها حوالي نص ساعه. خلاص كده اهو اهو، بتاخد لها نص ساعه 25 دقيقه.
ده يوم الشوكولاتة العالمي. بقيت كلي خلاص. اجي اعمل ايه بقى؟ بخليها لغاية لما تخلص وتستوي وتبرد والصوص عندي يدفى سنة. هجيب الكيكة بعد ما تتقلب. الكيكة هتلاقيها غامقة وطرية كده، ستيكي كده جوي شوية، يعني ملزقة سنة. خلاص؟ لا لا، هو بدقيقتين بس. بص اهو لازم يبقى سايل شوية. ممكن اطلعه لك بمعلقة عينيا. هو كده كده انا هحط على الكيكة، شايفين؟ بصوا هو خفيف الصوص، خفيف. انا مش حاطه فيه لا نشا ولا دي ولا حاجه. صوص الشوكولاته ده خفيف. هحط شويه صغيرين، شويه صغيرين هنا. عليها الكيكه تكون بردت علشان ما تعجنش، والصوص ممكن يبقى سخن او دافي. واجي صوص الكريز اللي انا عملته او صوص الفراوله، واروح فرداه على الكيكه كده، وبعدين ارجع بالصوص بقى، بقيه الصوص اللي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ماجده. ايوه صباح النور، ازيك؟ الحمد لله. يا حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله تمام. عينيا ليكي. انت طيبه. انت طيبه يا قمر، وانت طيبه. كنت عايزه اسال حضرتك، هل ينفع ابشر البصل واحطه في الفريزر؟ اه ينفع يتبشر ويتحط في الفريزر، بس عايزه اقول لك على طريقه تحطيه فيها في الاكياس، ان انت تبططي الكيس. يعني بمعنى ادي كيس البصل في الفريزر انا عاملاه، مش هحطه كده مكور، لا، علشان لما اجي اطلعه اقطف منه حته ابططه على الاخر، ابطط الكيس، الاكياس تبقى مبططه، سواء بصل، لحمه معصجه، لحمه مفرومه، مش لازم استعمل كيس البصل كله، مستحيل. فهفكه وارجع احطه في الفريزر تاني، لو هو مكور مشكله معايا البصل، لكن لو هو مبطط الكيس انت لو قطمتي منه حته كده هيطلع معاكي، ما قطمتيش خبطتيها يا ستي في الرخامه هيكسر معاكي حته تستعمليها على طول. البصل ما فيش انه اي مشكله في الفريزر، بس ابشريه وحطيه على طول في الفريزر، ما تاخريش علشان ريحته ما تتغيرش، فبالتالي هتحسي ان ريحته في الاكل مش حلوه. لكن زي ما قلنا بطتي البصل مش اكتر. اديني حطيت الصوص، شويه شوكولاته، بعد كده صوص الكريز حطيته على الكيكه، بعد كده حطيت بقيه صوص الشوكولاته. انا ممكن اطلع لفاصل بقى دلوقتي، وهنطلع بقى لفاصل. ادي الكيكه بتاعت الشوكولاته، الكيكه مش محتاجه تتسقع لان هي ملزقه زي ما بيقولوا، او الترجمه الحرفيه ليها ملزقه شويه، فمش محتاجه تتسقي. وهطلع لفاصل وارجع بقى بعد الفاصل نكمل الكيكه ونقول لكم الحاجات اللي انتوا طلبتوها منا النهارده. استنونا. رجعنا لكم من جديد. الكيكه هنبتدي نزوقها. انا هزوقها بخليط من الفراوله وعنب اسود وعنب احمر، يعني بحيث يبقى خليط من الفواكه الحمراء في النص. هحط يعني عليها مجرد كومه بس، مش اكتر، مش ديكوريشن. هحطهم في النص كده عليها، عشان لما اجي احط كريم شانتيه يبقى لون الاحمر مع الشوكولاته مع الفراوله والابيض كله هيعمل لي كونتراست حلو قوي مع بعض. طبعا انت ممكن تحط لها شويه فراوله وخلاص، وممكن تكتفي بالصوص اللي تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. مع الكريم شانتيه، وديت كريم شانتيه. كده وديت من الكريم شانتيه، بعدين بحاول احط وردة صغننة في النص. شايفين الصوص بتاع الكاكاو بتاع الشوكولاتة اهو سايل حلو جدا وسهل. متهيألي مفيش اسهل من كده، يعني صوص الشوكولاتة ده اسهل منه مفيش.
اهو بتك عليها بس عشان هي بتعوم على الصوص فعشان كده بتطلع معايا كده. بعدين انا هجيبها عشان تبقى المسافات بس متقاربه، هجيبها كده المسافات بين كريم شانتيه متقاربه. وادي اخر واحده هعملها. بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده. وبعد كده ممكن بقى بالبسكوتات، البسكوت بالشوكولاته اروح عامله كده عليها، شايفين اي ديكوريشن انت عايزه تعمليه بيبقى حلو، شكل مختلف. اهو الزقيه في الكريم شانتيه عشان يفضل واقف عشان ما تقعش، فانا بغرزه في الكريم شانتيه علشان البسكوتيه تفضل واقفه ما تقعش مني. اهي دي اتكسرت، نغيرها مش مشكله، نجيب واحده مش مكسوره عشان يبقى شكلها حلو، او هنا دي برده مكسوره اهو. ايه رايكم مع الصوص مع اللون الاحمر؟ دي محتاجه رشدي من فوق علشان يوقف بالظبط. ايوه الله يخليك كده اهو. انا هجيبها في النص جنب الحاجات بقى